السلام عليكم، متابعي جريدة أصوات. اليوم غادي يكون واحد الفيديو من نوع آخر، غادي يكون على معلومات غير في الروعة. إن شاء الله قبل ما نبدا ما كرهناش تدعمونا بشي إعجاب وتهبطوا لتحت وديروا لنا اشتراك ويلا نبداو الفيديو. في الحرب العالمية الثانية تم قتل فقط 10 ضباط أثناء تأدية عملهم. نظام تحديث المواقع جي بي إس هو مملوك من الحكومة الأمريكية ويمكنهم إغلاقه لأي سبب. عندما بدأ الفيسبوك في تحدي للقراصنة كي يخترقوا الموقع، تمكن مبرمج من شركة جوجل من اختراق الموقع، وعندما تم استلامه لجائزة دخل عليهم بتيشيرت به علامة جوجل. نقطة سم واحدة من ثعابين البحر يمكنها قتل 3 أشخاص. تمساح النيل يمكنه حبس أنفاسه تحت الماء لمدة ساعتين وهو ينتظر فريسته. عدد مدمني بسكويت أوريو أكثر من عدد مدمني الهيروين والكوكايين في العالم. في عام 2001 حكم الأرجنتين 5 رؤساء خلال 10 أيام. نسبة النجاة من لدغة ثعبان مامبا السوداء هي 0%. شركة سامسونج هي المصنعة للمعالج المستخدم في الآيفون 6. تسببت الحرب العالمية الأولى في مقتل 9 ملايين مقاتل بالإضافة إلى 7 مليون مدني. تسبب الزلزال عام 1811 في جهة أجزاء من نهر المسيسيبي عكس اتجاه مساره الطبيعي. الإسكندر الأكبر كان ملكا لمقدونيا وملك إمبراطورية الفارسية وملك آسيا في نفس الوقت. عدد السجناء في دولة ليختنشتاين هو 7 أشخاص فقط. كانت الحكومة الأمريكية تقوم بإنشاء سجن جديد كل 10 أيام في الولايات المتحدة بين عام 1990 و 2005. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.